استضافت خشبة المسرح في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة الفيلم السينمائي الرحلة 17 الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما وعده وأخرجه علي إسماعيل المغوط. ضمن سلسلة الأفلام التي تحكي عن الحرب القائمة على سوريا، الحرب الإرهابية، كان هذا اليوم عرض فيلم الرحلة 17 وهو يتحدث عن الحصار الفرقة 17 وقصة من قصص البطولات الكثيرة لأبطال الجيش العربي السوري. فيلم يمثل صفحة من صفحات البطولة اللي سطرها الجيش العربي السوري، وهذا جزء بسيط من التضحيات اللي قدمها شعبنا وجيشنا متكاتفين مع بعض. الجيش العربي السوري قدم بطولات رائعة على أرض المعركة، وأيضا في تكاتف وفي تعاون فيما بينهم وقدموا بطولات صراحة يرفع الرأس ضد القوى الإرهابية. شاهدنا صفحة من صفحات البطولة والشموخ التي نفتخر فيها ونعتز بها والتي عودنا عليها رجال الجيش العربي السوري، رجال الله في الميدان. كان فيلم عن أحداث واقعية جدا مهمة، وإن شاء الله النصر لسوريا والنصر للجيش العربي السوري. وحدة الحال بين الجنود وصف الضباط والضباط تكللت أخيرا بالانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري في الفرقة 17. الفيلم الذي يجسد بشكل توثيقي بطولات الجيش العربي السوري في التصدي للإرهاب والتضحيات الجسام التي قدمها لحماية الأهالي من جرائم الإرهابيين وتحقيق النصر على الإرهاب لاقى أعجاب الحضور الذي يرى في العمل توثيقا تاريخيا لملاحم وبطولات الجيش السوري والقوى المساندة له على كامل جغرافيا الوطن. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.